ازاي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه بخير وعلي العال وتمام التمام. مجلس الامن خد القرار بوقف اطلاق النار، وده بتأييد من 14 عضو. اهلا وسهلا. السؤال بقى، هل في عندنا آليه لتنفيذ القرار؟ يعني ايه هي آلية التنفيذ، القدرة على تنفيذ قرار مجلس الأمن؟ وده يخلينا نروح لأسئلة أبعد، وهو كان مجلس الأمن إيه القرارات اللي أصبحت فاعلة ما بين تقريبا أكتر من 80 قرار تم اتخاذهم؟ من المفترض ثلاثة كده افتراض إن هم في صالح القضية ولا حاجة. طيب هل هيقدر مجلس الأمن إن هو يضغط على حكومة متوحشة زي حكومة بنيامين نتنياهو في إن هم يوقفوا الضرب؟ يعني هذا العدوان السافر السافل الوحشي وهذه المجازر اللي مستمرة، وبالمناسبة هي المجازر ما بدأتش برضو يوم 7 أكتوبر، احنا بنتكلم على أنه 7 أكتوبر ده كان رد فعل لمجازر سابقة كانت مستمرة لسنة ونص، ولو عاوز تاخدها لشكل أبعد يبقى هي مجازر سابقة لحد سنة 48، ولو عاوز تاخد لما هو أبعد هي المجازر كانت أصلا بادية من قبل 48 على إيد العصابات الصهيونية. السؤال المهم بقى، وهو مجلس الأمن كان عمل إيه؟ لهذا السبب كنت بتكلم مع زميلاتي في إنه الجهد المصري هو اللي كل مرة بيستطيع تفعيل أمر ما أيا كان بقى، هو الهدنة، هو تبادل الأسرى، هو الدخول في محادثات، مباحثات، جلسات، استماع من جميع الأطراف. مجلس الأمن عمليا فعلا ما بيعملش حاجة. طب السؤال، هل يجب أن ننتظر مجلس الأمن ولا إنه الحل إقليمي؟ طيب في ناس هتيجي تقول لك الحل الإقليمي 100%، غلط. الحل إقليمي دولي، بس علشان المجتمع الدولي يتحرك لازم يشوف ان في إرادة إقليمية حقيقية، مش مصر بس، لا، إرادة إقليمية حقيقية. من الآخر كده لازم المجتمع الدولي يستشعر قلقا او خوفا من تحركات المجتمع العربي. بس خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور خالد العزي، المحلل المتخصص في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية. أهلا بك دكتور خالد. مساء الخير لك وللمستمعين والمشاهدين. مساء الخير مصر. أهلا بك، مساء النور عليك. دكتور خالد، كيف ترى قرار مجلس الأمن بتبني وقف الإطلاق النار بتصويت 14 عضو؟ هل سوف يأتي هذا القرار بما لم يأتي به سابقي من حوالي 80 قرار تانيين لم يفعلوا؟ يعني هو الذي سهل القرار بالأحرى، يجب أن نقول امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وهذا ما ساهم بأن هذا القرار يمر. ولكن كما يبدو بأن 14 عضوا الذين صوتوا لصالح هذا القرار هم يعلمون جيدا لا يملكون القوة ولا القدرة على تنفيذ ما توصل إليه القرار. الولايات المتحدة قالت بأنها لن ترفع الفيتو، وبالتالي الجميع يتهم الولايات المتحدة، وهي أعطت مجال وفرصة للمجتمع الدولي إذا أمكن لهذه القوى الكبرى من الضغط. لكن الورقة التي يعني موجودة بيد الولايات المتحدة هي موجودة عند الأيباك، والأيباك اليوم تدخل هذا، يعني يدخل هذا القرار فعليا في الصدام الداخلي الأمريكي على عتبة الانتخابات، وبالتالي هذا القرار الملغوم الذي تعلمه جيدا الولايات المتحدة هو رسالة للداخل، لأن الأمريكيين أصبحوا يجدون من عدم يعني الاستماع لهم من قبل الدولة الإسرائيلية وقيادتها. هي رسالة للأيباك أنها لا تستطيع أن تفعل إذا لم تتجاوب إسرائيل معها. هي رسالة للمجتمع الدولي، إذا أنتم تستطيعون بهذا القرار أن تضغطوا على إسرائيل وأن تضغطوا على القوى الأخرى، فأنا جاهزة لتمرير هذا الاتفاق في الأمم المتحدة لكي يصبح ورقة نافذة إذا استطعتم. لكن على ما يبدو كان الرد الإسرائيلي واضح بأنه لم يرسل وفده إلى أمريكا، هو اعترض،
كان مباشرة نتنياهو يتحدى العالم، يتحدى الأمم المتحدة، ويقول أن الأمن الإسرائيلي فوق كل اعتبار، فإذا أردتم أن تنفذوا أي قرار عليكم أن تطلقوا وتجبروا حركة حماس على إطلاق الرهائن. إذن نحن يعني نجحنا في عملية التصويت، ولكن هذا التصويت لا يمكن أن يكون له آلية فعلية على تنفيذ القرار المطلوب، كما يبدو أن نتنياهو يقول بهذا الاعتراض أنني الرجل الأقوى وأنني أتحدى الجميع وأن مطالبي يجب أن تنفذ. المطالب الفعلية التي يجب أن تكون الذي وضعها نتنياهو مقابل عدم اجتياح رفح، مقابل عدم الدخول إلى الحدود المصرية، لأنه هو بالدرجة الأولى المبطنة هو يريد أن ينقل العملية الأمنية إلى الحدود التي كانت في هذه الورقة بعيدة جدا عما كان التفاوض عليها. إذن هذا اليوم هو بنيامين نتنياهو لا يجرؤ ولن يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية بعملية عسكرية حقيقية، لن يجرؤ على ذلك. لكن السؤال هو يعني أنا أحيانا أستشعر أن كلنا نضع العرب أمام الحصان، نتنياهو يريد أن يتحدى العالم فليفعل ما يشاء، بس أمريكا لو خدت قرار بأنها توقف بالفعل الدعم اللوجستي ودفع المساعدات المالية وتصدير السلاح لإسرائيل، يبقى نتنياهو هيصبح مجبر على إيقاف هذا العدوان. لكن مسألة الحديث من البيت الأبيض أو سكرتارية الخارجية أنه يجب على نتنياهو أن يتوقف، نتنياهو مش هيتوقف. يعني إيه اللي خدته الإدارة الأمريكية من شأنه يشكل ضغط على هذه الحكومة؟ يعني هو بالأساس يعني الكلام الذي تتكلم به أنت تتكلم بالصوت العربي، يعني كأننا نحن نريد أن نقول أننا عندنا مشكلة وعلى أمريكا أن تحل لنا هذه المشكلة. لا أنا ضد الفكرة دي، يعني ضد فكرة أنه على أمريكا أن تقوم بالحل. أنا بتساءل أنه الحل الفعلي هو الرفض الفعلي الذي مارسته حماس حتى اليوم. حماس تريد أن يعني يجب أن نقول الكلام بكل معنى الكلمة، نحن نذهب ونتحدى نتنياهو ونتحدى العالم، وكأنه حماس الذي تمسك الورقة وتحجز الأسرى وتفاوض من أجل حماية السنوار هو الأساس في عملية إبقاؤها في السلطة والابتعاد عن الحل العربي الاعتدالي التي كانت مصر جزءا من هذا الحل. الذي تقول يجب أن نضع حلا نهائيا للأزمة والإهانة الفلسطينية الذي عانى منه الشعب الفلسطيني في هذه الفترة بالذات، النكبة الثانية 6 أشهر الجميع تخلى عنهم، نحن يجب أن نثبت الدولة الفلسطينية، أن لا نعمل حلول، هذه الحلول تساهم وتساعد التطرف الإسرائيلي لمصلحة رفح أو لمصلحة غزة، وننسى فعليا القضية الفلسطينية. نحن لدينا مشكلة أساسية هي مشكلة فلسطين وليست مشكلة رفح أو المؤن كويس. أو التبادل أو الأسرى. خذ أسرى على قدر ما تستطاع. اليوم يوافق نتنياهو على إخراج 700 أسير مقابل 40 أسير، ولكن هل فعليا نحن وصلنا لتحقيق ما يريده الفلسطيني من أجل إعادة الاعتبار والإهانة الذي تم إهانته لهذا الشعب الذي يعاني اليوم من الجوع والبرد والحر؟ نحن أعدنا الأسس التي كانت حماس تفاوض من أجلها، أنا أريد أن أكون في المفاوضات. إذن المشكلة على السلطة، المشكلة على المكان. ما هو الحل الذي يمكن أن يكون بيد حماس؟ لماذا لا توحد حماس قدرتها وسلطتها مع المجهود العربي الاعتدالي في بناء قوة فلسطينية وموقف فلسطيني يستطيع أن ينهض وأن يقول للعالم أن هناك قضية وهناك شعب؟ ليس المشكلة بحماية من هم جالسون في الأقضية وهذا يعتبر انتصار، والشعب الفلسطيني اليوم يقاتل من أجل كيلو طحين، وبالنهاية تحمل مصر مفتاح
رفح لأنها هي التي لا تريد أن تدخل أي مؤن إلى غزة، وهذا كلام غير صحيح نهائيا، لأن محطة العبور هي ليست بيد مصر، والاتفاقات هي كانت مع السلطة الفلسطينية، وعند الانقلاب على السلطة الفلسطينية أصبحت بيد حماس. إذن لنقل الأمور كما هي، نحن نريد دولة فلسطينية. بعد 6 أشهر من المعاناة يجب أن لا نحط المسألة على قدر أننا نحن نريد أن نضغط. نتنياهو ينفذ مشروعا متطرفا، يتلاعب بالجميع، يهرب من كل الاتجاهات، من كل الأبواب، ليقول أن عنده مشكلة ويريد حلها. فلنذهب فعليا لحل هذه المشكلة، وأن لا تبقى هذه المشكلة باحتجاز الأسرى لحماية القادة الفعليين. نحن اليوم على أزمة تاريخية، هل نكرر هذه النكبة؟ طبعا نتنياهو يريد أن يأتي إلى شارع فلادلفيا ليخرب ويكون بجانب الأمن المصري، وبالنهاية هو يريد أن يحمل عبء غزة لمصر، وهذا معلوم منذ اليوم طبعا. الأول، ليتخلى عن كل قرارات المتعلقة بدولة الاحتلال، لأن غزة ليست سوى مقاطعة أو محافظة محتلة، والجميع يتلاعب على قاعدة أنها إمارة مستقلة، وهذا الكلام هو من أسوأ وأصعب المصطلحات التي استخدمت في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية، عندما يتخلى الجلاد عن مهامه، وعندما تحمل هذه المهام وزرها للآخرين. إذن المشكلة الأساسية أن لا مجلس الأمن يستطيع السيطرة وفرض قراراته، ولا أحد يستطيع سوى بقرار فعلي جريء والشجاعة بالجراءة أن نحول ونقوم بتجويف مطالب نتنياهو بعملية التبادل السريع، وبتأمين سلطة غزة تحت قرارات اللجنة العربية المعتدلة، وهو بالوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، حتى لو 20% من مساحة الدولة الفلسطينية المغتصبة، لأننا نريد شيء على الأرض ولا نريد شيء بالأحلام. أحلامنا باتت لا تعرف حدود، يجب أن نعيش الواقع. إيران تخلت عن حماس، وتخلت عن الحوثي، وتخلت عن السوريين، واليوم هي في طور التخلي عن حزب الله في لبنان، لأن المصلحة الإيرانية فوق كل اعتبار، وهذه الأدرع هي تساوم بها، ليست من أجل العرب، وليست من أجل فلسطين، ولا من تحرير القدس، وإن من أجل مصالحها، وهي تقاتل بدروع بشرية. وبالتالي هذه الارتماءات التي تم ارتماؤها في الأحضان الإيرانية لا يمكن أن نحاسب عليها نحن العرب، لأننا لم نعد أحد بأي رهان أننا سنقاتل وندمر ونضرب. نحن وعدنا الناس في عملية الأرض مقابل السلام، الأرض مقابل الدولة المستقلة. لعل أحد يستمع دكتور خالد، لأن حضرتك قلت كلام شديد الأهمية الحقيقة، لعل أحد يستمع خصوصا في مسألة التخلي. دكتور خالد أنا أشكرك جدا 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 على هذا الطرح الواضح والجريء، وأشكرك أنك طرحته عندنا في هذا البرنامج، لعل كان هذا السؤال مستفزا إلى هذه الدرجة. أشكرك جدا دكتور خالد العزي، المحلل المتخصص في السياسات الخارجية والعلاقات الدولية. أنا دايما أقول إيه، المذيع سؤال مش جواب. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم وعاملين ايه؟ كله تمام. بصوا بقى، التلات يعني بداية النص التاني من رمضان، يعني المسلسلات الجديدة. انتوا خدتوا بالكم ان احنا في رمضان كان عندنا مسلسلات كتير، اللي هي المسلسلات اللي هي نص شهر 15 حلقة. فعندنا بقى مليحة، مليحة بطولة دياب اللي هو فعلا مذهل يا جماعة. دايما نقول الجملة دي، دياب ده مذهل. يعني أنا دايما أقعد أتساءل إيه اللي خلاه بدأ الأول بالغنى، ليه ما كانش بالتمثيل من البداية؟ لأنه ممثل مهول، وطبعا طبعا
ميرفت أمين ومجموعة كبيرة جدا من الممثلين المصريين والنجوم المصريين والعرب. مليحة هيبقى بقى موجود على سي بي سي، وموجود على الحياة، وموجود على أون، وموجود على تن، وطبعا على واتشت. طيب جودر، وطبعا ده بطولة النجم الرائع المتألق الجميل دائما ياسر جلال، وطبعا هيبقى موجود على أون، وموجود طبعا على واتشت. فراولة نيلي كريم، وهيبقى موجود على دي ام سي، وطبعا بصوا يا جماعة كله موجود على واتشت عشان بس متفقين. عايز حاجة ادخل على واتشت. انا من الناس اللي تحب تتابع على واتشت. ليه بقى؟ بمزاجي انا، مش بقى بظروف الشغل والالتزامات والاجتماعات واللازم منه ما بعرفش اتابع قوي على التلفزيون. اروح فاتح واتشت من هنا، اقعد اتفرج، اتبسط، سندوتشاتي، كركديهي، خروبي، ابقى سعيد. طيب تعالوا نروح بقى على بقينا اتنين وبطولة الرائع شريف منير وطبعا رانيا يوسف، اكيد على واتشت زي ما انا كنت بقول، لكن على التلفزيون هتشوفوه على سي بي سي. بدون سابق انذار آسر ياسين وعائشة بن أحمد موجودة على دي أم سي، وطبعا زي ما كنت بقولك على واتشت. ففي مسلسلات اللي خلصت أو الحلقات اللي هي 15 حلقة خلصت، ودي مهم إن احنا نسمع يا ترى هل ترى آراء النقاد فيها إيه، وطبعا آراء الجمهور. وفي مسلسلات اللي هتبدأ اللي هي بدءاً أو اللي بدأت بالفعل بدءاً من النهاردة يوم الثلاثاء. في عندنا نجم رائع جدا 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 جدا، هو يعلم رأيي فيه حتى من السنة اللي فاتت وقلته له على التليفون تقريبا في مثل هذا اليوم، وهو النجم الرائع المتألق اللي لما بيعدي قدام الكاميرا لازم يخطفك مجرد انه هيعدي، عارف لو ما تكلمش برضه هيخطفك. أحمد فهيم، ازيك يا أستاذ؟ يا استاذ كل سنه وحضرتك طيب وبخير وسعاده. انت طيب وبخير وسعاده. القناه الاولى وبرنامج حضرتك الجميل بخير وسعاده. لا والله ده انت اللي جميل. متشكر جدا يا استاذ. لا خالص، انا عايز اقول لك انه احنا اتكلمنا زي اليومين دول برضو كده في رمضان السنه اللي فاتت وعلى جعفر العمده وما الى ذلك، وقلت لك يعني ايه انت شقلبت الدنيا. الدنيا وده حقيقي ما شاء الله. السنه دي انا شفت مثلا اعلى نسبه مشاهده وشفت مشاهدك اللي فيه، فبرضه شيء مخيف كما جرت العاده، انت مذهل. الحمد لله والله. حقيقي ربنا حقيقي يعني. ربنا يخليك يا استاذ يوسف، والله شهاده اعتز بيها. لا العفو العفو العفو. ويا رب اكون عند حسن ظن حضرتك وعند حسن ظن الجمهور. احنا كلنا بنحبك، انا ما شفتش حد الا وبيحبك. نعم. يعني نعمة أحمد ربي عليها والله. الحمد لله والشكر. وبعدين أنا عندي انحيازات لجيلي اللي هو جيل السبعينات دول، فأنا في رأيي أنه دول أقوى جيل ظهر لحد دلوقتي على سطح الكرة الأرضية. فهرجع معاك على فراولة. مظبوط. أكيد مش هتحرق لي اللي أنا فاهم، بس يعني اديلي إيه ملامح. والله أنا لسه مخلص الحلقة الأولى دلوقتي اتفرجت عليها. ما أنت قريت السيناريو كله يا أستاذ. مظبوط طبعا. مظبوط. بس طبعا يعني انت عارف المهنه واداب المهنه طبعا. انا هو مسلسل يعني ان شاء الله مسلسل دمه خفيف حلو. ان شاء الله يعني نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الجمهور يبقى بيتفرج على حاجه بسيطه ودمها خفيف، ونقدر نبسط الجمهور في ال 15 يوم الاخرى من الشهر الكريم باذن الله. وعايز اقول لحضرتك ان هو يعني هو كله في نطاق كوميدي، احنا عاملين شركه كده، وان شاء الله يعني الاحداث بانت النهارده في الحلقه الاولى، الشخصيات كلها اتقدمت، وباذن الله مع توالي الحلقات هتشوفوا حاجات حلوه باذن الله. انتوا معاكم ممثل كوري؟ معانا ممثل صيني. صيني؟ اوه حلو جدا. بس هو مصري يعني، هو بقى له 22 سنه في مصر. لا والله. وبيتكلم عربي لبلب. بيتكلم زينا مصري. احسن مننا كمان. يا صلاة النبي يا صلاة النبي. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، لانه انت من الفنانين المهمين اللي بيتقنوا اي دور، وفي التراجيديا مخيف، في الكوميديا رائع الى اخره، لكن الكوميديا من الفنون الصعبه علشان تعرف تفرق ما بين دور ودور، انت بتحضر لها ازاي؟ لانه اكيد مشاهدك الحلوه اللي خلتنا نبتسم ونضحك جدا من قلوبنا السنه اللي فاتت مختلفه عن شخصيه السنه دي. مظبوط. التحضير اللي يخليك تختلف بيحصل ازاي؟ والله هو الكوميديا السنه اللي فاتت كانت من الورق. حلو. وكانت من الشخصيه، من 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 دوافع الشخصيه، ردود افعالها، التسرع في اتخاذ القرارات،
حبه الزياده عن اللزوم لمراته، كل الحاجات دي الكوميديا جت من الورق نفسه ومن تصرفاته الشخصيه. اوكي. السنه دي الموضوع مختلف، السنه دي هو الموضوع كوميدي من اول الورق لاخره. الحمد لله ان انا يعني قعدت اشتغلت بقى على الشخصيه نفسها من الاول خالص، يعني السنه اللي فاتت كان الشخصيه دراميه بيتخللها مواقف كوميديه، السنه دي كوميديا من الاول للاخر. فقعدنا الحمد لله مع الاستاذ محمد علي المخرج، عملنا ملامح للشخصيه، طريقه مشيتها، طريقه لبسها، حاجات كتير، وطلعت بالشكل اللي ظهرت عليه النهارده في الحلقه الاولى. فالنهارده لا، في كوميديا مختلفه السنه دي عن السنه اللي فاتت، لان هو الشخصيه نفسها المسلسل كله كوميدي. طيب رائع جدا. حاجه مختلفه ان شاء الله يعني عن السنه اللي فاتت باذن الله، يعني الشكل واللبس وكل حاجه. وبكل نجاح. انا شايف قدامي الشخصيه بالبيري بالنضاره بطريقه اللبس، يعني واضح انه ايه اتعملت لها ملامح، والملامح دي من صياغتك الشخصيه في الغالب كده يعني. مظبوط مظبوط. خلاص، كل التوفيق يا رب، واشكرك جدا على التليفون، وكل سنه وانت طيب ورمضان كريم، ونشوفك قريب جدا جدا ان شاء الله. كل الشكر لنجمنا احمد فهيم، زي ما كنت بقول لكم القادر دايما على تنويع الشخصيات اللي بيقدمها. ما لو اتفقنا ان كلها كوميديه، ففهيم الحقيقه كل مره بيختلف، طريقته في الكلام بتختلف، تركيبة الشخصية من وجهة نظره بتختلف، ما بيكررش نفسه، وأنا بعتقد أن ده جزء من ذكائه، بل وأيضا من إمكانياته وعبقريته الفنية. تعال نروح على مسلسل كامل العدد بلس ون، والمسلسل ترندنج يعني، ومش ترندنج بس، المسلسل هو نمرة واحد في الترندات تقريبا، وخصوصا الحلقة الأخيرة بتاعته واللي كل الناس كانت مبسوطة منها، والناس قاعدة عمالة بتكتب عليها ريفيوز، المشاهدين العاديين، النقاد، الصحفيين، الناس كلها بتتكلم عن هذا المسلسل اللي بيحمل طابع اجتماعي كوميدي. ومعانا على التليفون مخرج هذا المسلسل، أحد أهم مخرجينا، خالد الحلفاوي. ازيك يا أستاذ؟ الحمد لله. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. جميلة دي. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله ماشي الحمد لله. هل كنت تتوقع انه المسلسل ينجح بهذا الشكل، يبقى نمرة واحد؟ انا ما بتوقعش وما بيشغلنيش واحد واثنين وثلاثة واربعة. انا ببقى فيا اللي مكفيني وعايز اعمل حاجة عندي ويطلع زي ما يطلع، واحد اثنين ثلاثة اربعة عشرة، المهم انا بقى وانا نايم بالليل كده بقول انا عملت اللي عندي وربنا يكرمني. وانت ما بتتوقعش وفيك اللي مكفيك، بس فيك اللي مكفيك من ايه بقى؟ هو ده السؤال. المجموعه كانت صعبه ولا ايه؟ لا طبعا، المهنه بشكل عام ما بتسب يعني، ما اعرفش الناس ازاي بتشغل بالها بالتوقعات والترندات، عمليه خلق مسلسل دي مرهقه جدا، بتاخد الوقت كله، وفي نفس الوقت دي أذواق يعني. طبعا انت ممكن تعمل حاجه انت شايفها حلوه جدا وما تنجحش، وممكن حاجه تانية تبقى راضي عنها بنفس القدر وتنجح. فما بقعدش افكر يا ترى هنبقى نمره كام والترند مش شغلتي. انا شغلتي خلصت. انا احييك جدا. ربنا يخليك. شكرا والله بجد، احييك جدا جدا يعني. ربنا يخليك. في جدا. عارف الخليفه المأمون طبعا؟ فالخليفة المأمون كانوا دايما يقولوا عليه ابن أبيه، فهو انت عامل زي المأمون برضو. والله ربنا يخليك. والله اصل الاستاذ ده يعني مش ممكن، انت مش متخيل يعني محبتي الشخصية ليه اصلا عاملة ازاي، وطبعا كلنا تقديرنا ليه والفن والثقافته والمحبته اللي دايما ظاهرة مع اللي يعرفه واللي ما يعرفوش. فانت ابن أبيه جدا. الجملة اللي قلتها دي، انا مش شاغل نفسي بالترند، انا شاغل نفسي بشغلي. فده الاستاذ نبيل قوي قوي يعني. بقى هنجيبه منين بقى؟ لا والله يعني ده خير خلف والله والله بجد. والله ربنا يخليه لنا يعني ويطول لنا في عمره دايما. فمساله مش شاغل نفسي بالترند دي، عشان كده انا فعلا بحييك عليها. طب سؤال، ساعات كتير انه لما بينجح عمل بيبدا يدور في الاذهان انه وليه ما نعملش جزء تاني؟ طبعا. انت ايه رايك؟ انا اصلا
انا اصلا ما كنتش عايز اعمل الجزء الثاني اللي اتعرض ده. اه يعني انا بعد نجاح الجزء الاول قالوا لي يلا بقى جزء ثاني، قلت لهم لا يا جماعه انا ما بحبش تكات الاجزاء. اه لانه خلاص الحدوته بدات واتقفلت ونجحت، لازم نقعد نحلب فيها لغايه ما تجيب دم. مش ما من هل احنا ما عندناش خيال ان احنا نعمل حاجه ثانيه جديده؟ هل هنستسهل عشان ده نجح؟ فكنت رافض الفكره الى حد كبير، الى ان قعدت مع رنا ويسر المؤلفين. ايوه وحكوا لي الخطوط العامه اللي ممكن نتكلم فيها، فابتديت اتخن كده وتلمع في وتخيل الولاد وتخيل الحكايه، قلت لهم ماشي ده حلو ده نقوم يلا نعمله. في نداءات عامه دلوقتي بشوفها على النت ورسائل بتجيني بتاع جزء ثالث جزء ثالث، ده يتوقف برضو على نفس الشيء. لو عيني لمعت تاني يبقى في حدوته تاني. لو مش لاقيين حاجه نقولها بقى خلاص، يعني زي ما بيقولوا مصمطنا الخطوط كلها، يبقى ما يصحش تاخد حاجه ناجحه وتفضل تكرر فيها لحد ما تبوخ وتسيب الناس على ذكرى مش الطف حاجه. صح، يعني لما اتعمل زمان ام العروسه وبعدها بسنين اتعمل الحفيد، خلاص كده تمام، كده كان كفايه. فلو انه في ورق جديد حلو يعمل الجزء الثالث ويقنع خالد الحلفاوي كان بيها. ابقى متخلف لو قلت لا. لو ورق حلو خلاص انت مستني ايه؟ حد يلاقي ورق حلو؟ طبعا طبعا طبعا. انما لو مجرد انه جزء ثالث عشان اسمه جزء ثالث وخلاص، هنبقى بنمط وتبقى الحكايه بايخه للدرجه. لا ما دور لك على حاجه تعمل نجاح جديد. صح والله العظيم انا مبسوط وفرحان بيك وبحييك للمره الثانيه والثالثه على التوالي. ربنا يخليك. والحقيقي بجد هتشرف جدا لو نورتنا في الاستوديو. شوف وقتك ياريت. شوف وقتك، يا ريت ده احنا اللي يا ريت. انا احب جدا ان انا اشوفك ونقعد نتكلم مع بعض كده. شكرا جدا 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 لمخرج مبدع واضح صريح جريء، مش نحيت، ودي حاجه مهمه جدا. يعني مساله بالظبط مش نحيت، يعني وايه يعني ترند ولا مش ترند؟ انا ماليش دعوه، انا بشتغل. نعمل جزء تاني لما يكون الموضوع يستحمل، نعمل جزء تالت لو، لكن لو مفيش خلاص. شوف وده برضو هنا هو فعلا استاذ خالد الحلفاوي المخرج الكبير والمهم والرائع، وطبعا زي ما حضراتكم اكيد عارفين هو ابن استاذ الاساتذه الاستاذ نبيل الحلفاوي. خليني هروح لفاصل، بس قبل الفاصل عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. مليحه ما كانش ينفع يعدي غير لما يبقى في الاولى. يعني انا قلت لكم مليحه موجود في، قلت لكم مليحه موجود في الحياه وسي بي سي وان وطبعا تان وواتشت، بس ما قلتلكوش الاولى. مش عارف ازاي ده هو مليحه وكانه متفصل للاولى. دي قناة كل المصريين، دي القناة اللي بيشوفها تقريبا 106 مليون مواطن. هتيجي تقولي كلهم كلهم، هقول لك يا سيدي استثني منهم 2-3-4-5%، يعني بنتكلم تقريبا شيل 6% اللي هم الناس الأغنياء قوي والناس اللي تحتهم بشوية، هنعتبر ان هم دول مش مهتمين قوي بالقناة الأولى وبيحبوا يشوفوا قنوات أخرى على عيننا وعلى رأسنا، كلنا نفس الشركة. بس المواطن العادي العادي زي ما نقول عندنا كده الجماعة الماركسيين الطيبين اللي زي حالاتي، نقول عليهم ملح الأرض أو زهر الليمون، هم دول بقى اللي بيشوفوا القناة الأولى. تخيل لما يبقى فيه بنعمل مسلسل مهم زي مليح ومهم جدا أنه يخلق حالة وعي. أنا من أنصار أنه أقوى حاجة أقوى حاجة تبني وعي الجماهير هو الدراما مش الكتاب. الكتاب كان ابن مرحلته. هل الكتاب انقرض؟ لا ما انقرضش، بس تغيير الوعي في الدراما. في السينما؟ لا في الدراما. في البرامج؟ لا في الدراما. احنا بنلعب دور، السينما تلعب دور، الصحافة تلعب دور، الكتابة تلعب دور. تأثير الدراما مهول مهول مذهل. حلو، مليحة بيلعب دور مهم جدا في بناء وعي بالقضية المركزية، قضية الصراع العربي الصهيوني. فما بالنا بقى كمان انه مبني على احداث حقيقية. شوفوا مليحة على الاولى تجدوا ما يسركم. هنروح احنا لفاصل ونرجع بعد الفاصل، عايزين نتكلم على مسلسل انيميشن جميل اسمه سر المسجد. بيعمل ايه بقى سر المسجد؟ استنونا بعد الفاصل.
طيب في طبعا لك الانيميشن ولا احنا بنعمل انيميشن بقالنا كتير فيعني مفيش داعي لمساله الانيميشن المصري. احنا بنعمل انيميشن بقالنا كتير قوي قوي قوي. هي الشطاره في انه احنا بنتطور بسرعه والحمد لله سبحانه وتعالى علشان ان احنا نبقى على نفس المستوى بتاع الانيميشن اللي بتعمل في احسن حته في العالم. عندنا بقى مسلسل اسمه سر المسجد، وحتى الاسم في حد ذاته يبدو وكانه سر ما، علشان حاول تفهم المسلسل ده مخصص للاطفال مخصص. ده مش معناه ان الكبار ما يشوفوهوش، انا من الناس اللي بتحب الانيميشن جدا. طيب خلينا بقى نتكلم مع صانع هذا المسلسل حسين مجدي، مخرج ومؤلف، عشان كده لك الصانع، مخرج ومؤلف سر المسجد. ازيك يا حسين؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ منور. نورك. ايه حكايه سر المسجد؟ هي الفكره ببساطه كانت جايه ان احنا طيب الجيل الجديد اللي طالع الاطفال الصغيرين دول عايزين نعرفهم المسجد ده عباره عن ايه. لاحظت ان لان انا عندي السن الاعمار عندي الاطفال دول، فلاحظت ان مفيش حاجه بتخاطبهم قوي في حته ما هو المسجد. هم عارفين ان هو بيطلع منه الاذان، تمام؟ جميل. طيب لا، المسجد اكتر من كده بكتير. المسجد ده ليه اداب وليه قصص، وكان بيستخدم استخدامات كتير في الماضي، وفي كذا مسجد وفي مناسبات لازم بنروح فيها المسجد، معلومات كتير قوي. طيب ازاي نوصل المعلومة دي للطفل بشكل من غير ما يمل منها ومن غير ما تكون تقيلة عليه ان هو يستوعبها؟ احنا بنخاطب اطفال من 6 سنين ل 12 سنة. حلو. فدي فئة عمرية صغيرة ليها اسلوب معين في الخطاب، بيزهقوا بسرعة وبيملوا بسرعة، فكان لازم ندخل المعلومات دي في وسط مغامرة او في وسط حدوتة او في وسط الوان وفي وسط شخصيات جذابة زي الروبوت وزي الشخصيات الشريرة اللي في المسلسل. الميزان بتاع ان امتى الطفل يزهق مني وامتى ادي المعلومة دي للطفل وبحجم قد ايه، ده كان اصعب تحدي في المسلسل، ان انا ازاي اقدر اخده في مغامره وفيها شخصيات هو يحبها ونوعا ما اكشن، وفي نفس الوقت اجي في النص اروح مديله المعلومه اللي انا عايز اوصلها له، اللي هي حجمها بيبقى صغير قوي بس بتوصل ايه هي القبله، قصتها ايه، ايه هو الاذان قصته ايه، ايه انواع الصلاه اللي المفروض اروحها. في مسجد اسمه المسجد الاقصى، في عندنا حاجه اسمها صلاه العيد، عندنا ليله القدر، عندنا تراويح، في معلومات صغيره كده الطفل بس محتاج يسمعها، مش لازم ادخل فيها بالتفصيل بس بحاول اوصلها. دي كانت الفكره بتاعت المسلسل. وانت قلت جمله جميله جدا، انه الاولاد في السن ده بالذات بيتشدوا للاكشن، والجيل بتاع ولادك ده، انا ولادك بره حبتين، فالجيل بتاع ولادك دول اكشن اكشن يعني ليل ونهار قاعدين طبعا قدام. ازاي قدرت انك انت تكتب وفي نفس الوقت تخرج المسلسل عن المساجد باكشن؟ عملت ايه؟ احنا عملنا حدوته صغيره جدا بسيطه، ان هو يعني انا حطيت نفسي مكان الاب اللي هو بطل في المسلسل، ان هو عايز يعلم ولاده عن المساجد. طب هيعلمهم ازاي؟ عشان يقعدهم ويتكلم معاهم هو لازم يعمل لهم تطبيق على الموبايل او على التابلت يقدروا من خلاله ان هم يعرفوا معلومات عن المسجد، عشان خاطر دي اللغه اللي هم بيفهموها، التكنولوجيا. طيب في وسط ما هو بيعمل الكلام ده بيجي فيروس يروح واخده مدخله جوه التطبيق، فالولد الصغير بيدخل عليه المكتب بتاعه لما بيسمع اصوات الانذار، بابا راح فين؟ اختفى. وهو قاعد بيدور راح داخل هو كمان معاه جوه التطبيق، فخلقنا مغامره جوه التطبيق ده ان في فيروس خبى كل معلومه من المعلومات دي في مكان جوه التطبيق. هم كل حلقه بيحاولوا يدوروا على المعلومه دي ويرجعوها للشيخ اللي جوه المسجد. بقت مغامره. فبقت مغامره، فكل يوم هم بيحاولوا يوصلوا للمعلومه دي، وبيواجههم الفيروس ده بقى بحيل ومشاكل بشكل لطيف، معاه مساعد روبوت دمه خفيف جدا، فبنخلق برضو شيء من الكوميديا مع الاكشن مع الحدوتة اللي بتتقال في كل حلقة، وفي الاخر بيقعدوا مع الشيخ ده يقول لهم الجزء الصغير اللي هو فيه بقى المعلومة اللي احنا عايزين نوصلها. فدي كانت عمال بحدث بذهني لورا لما انا كنت طفل عندي 6 سنين، طبعا ما كانش في حاجه، انا عندي 49 سنه، ما كانش في حاجه اصلا اسمها التكنولوجيا اللي موجوده دي ما كانتش حاجه طبعًا. يعني ولا حتى في الخيال طبعًا. احنا اخرنا كان فيلم باك تو ذا فيوتشر يعني. طبعا ده كان قمه الخيال العلمي، فده يعني من الاخر حتى العربيه دي الشركه فلست اصلا. ايوه. فاحنا ليه ما نشتريش الشركه دي بالمناسبه؟ والشركه دي بالمناسبه اصحابها عرضنها او شبه عرضنها للبيع، دي اللي هي ديلورين، ده مهم يعني ما بقتش موجوده فنقدر نقولها ما هياش اعلان. ليه ما يبقاش في مستثمر مصري جاد يروح يشتري الشركه ويبدا يشتغل عليها زي ما الصينيين عملوا؟ مش عارف المستثمرين المصريين فين اللي احنا بنقوله. فبرجع لورا، انا لو كان حد قال لي بابا دخل قوه التطبيق
ده انا طربق الدنيا على ايه بابا داخل جوه التطبيق دي طبعا. فانا مش هبقى فاهم حاجه. الجيل ده جيل مختلف وذكي اكتر طبعا. مما يجب طبعا. وانفتاحه على العالم والمعلومات برضو اكتر من الانفتاح بتاع جيلك والجيل بتاعك طبعا. وعليه في صعوبه شديده انك توصل له الحاجه من غير ما بتبقى محسسه انك مستهيفه بالظبط. ودي كنا بنراعيها كويس قوي في الكتابه، حته ان انا بكلمهم ازاي. انا لو حسسته بس هم عاملين زي الزيبق كده، لو انا وانا بكلمه حس بس ان انا بوعظه او ان انا بقول له تعالى واقعد ولازم او مستعيله او بتاع، لا هياخد بعضه وهيقلب على طول. لو حس ان انا الكواليتي كمان بتاعه الصوره اللي انا بقدمها او جوده الانيميشن اللي انا بعمله اقل بكتير من اللي هو متعود يشوفه من اللي بيجي من بره، هيروح قالب. في حاجات كتير، اللغه لو حس اللغه دي مش لغته اللي هو بيسمعها في البيت وقريبه من قلبه هيروح قالب. فكل دي يعني ايه زي تريجر بوينتس كده، اللي هو احنا قاعدين واخدين بالنا كويس قوي ان انا ابقى بكلمه زي ما بكلم الولاد. يعني ببعد عن ودي من الحاجات الصعبه اللي قابلناها، لان لسه في مدارس كتير قوي ماشيه على اسلوب حوار معين مع الاطفال، ده اتغير من زمان طبعا. فعشان اقدر ان انا اعمل ده كانت عمليه صعبه قوي، بس الحمد لله يعني بشكل ما قدرنا ان احنا نعمل التوليفه دي. حلو جدا. طب انا هسأذنك هنروح لفاصل، وهنرجع بعد الفاصل هسألك على حاجه برضو متعلقه بتقبل الاطفال للخطاب، خصوصا انك قلت لي مثلا شخصيات شريره، وان الشخصيات الشريره دي عامله لي مشكله دايما في الانيميشن وانا صغير، وحتى في المسلسلات وفي الافلام وانا صغير، هقول لك ليه بس بعد الفاصل. طيب خلوني أجدد الترحيب مرة تانية بضيفنا العزيز حسين مجدي، مخرج ومؤلف مسلسل سر المسجد، وهرجع بيك على تفصيلة أنا بشوفها ساعات مهمة. أنت عارف وإحنا صغيرين، وبعد ما أنا عرفت أنت عندك كم سنة فأنت برضو عصرت نفس المسألة، إحنا كنا أكيد حتى في جيلنا اللي هو أقل ذكاء من جيل عيالنا دول بنستاء جدا من فكرة المبالغة في الأداء، يعني مثلا الشرير هو ليه الشرير بيقول دي ما ينفعش يضحك يعني فكرة انك ازاي تقدم الشرير يبان للطفل انه شرير من غير المبالغة، لانه الجيل ده مش بتاع الكلام ده طبعا. هي كانت التركيز هو دايما الطفل بيحكم بعينه الاول اكتر فكان اختيار الالوان، اختيار التصميم بتاعه، الحاجات دي كلها رعيناها ان هو بس بيشوفه بس كده يقول ايه ده الشخص الشرير ماشي. وكنا واخدين الموضوع ده مش بحدة قوي، يعني بحيث ان هو الشخص الشرير مش بالضرورة يكون بالمثال ده، هو كفايه ان هو شخص بس طالع دمه خفيف، يعني هو عصبي شويه. وكل انه انيميشن ما عنديش مشكله ان انا ازود في بعض التفاصيل علشان ندي الايحاء. احنا اخترنا ان هو يكون شخص دمه خفيف، يعني بيضحك اكتر من انه يكون شرير، بس يعني ضفنا اللمسه الشريره دي بان هو عصبي، هو على طول متعصب. غضوب. ونبره الصوت في اختيار الاصوات كان نفس برضو الموضوع، راعينا الحته دي ان في الجزء اللي هو الاجش شويه فيبان ان هو من الهيئه كده والشكل وطريقته ان هو شرير. بدون ما ندخل بقى في حته ان هو يبقى فيه الافواره دي بالعكس هما بيحبوا يشوفوه، يعني عاوزين الشرير لانه دمه خفيف بالظبط. بيحصل مواقف كوميديه ما بينه وما بين الروبوت بتاعه، فهو ده ما حبيناش فكره عشان بنخاطب برضه سن صغير، بنخاف من حته ان هو ايه يخاف من الشخصيه صح، وده بيحصل صح، فبيقفل منها خلاص، يقفل المسلسل كله. معالجه الشخص الطيب اللي هو برضو كان حتى في الأفلام العادية اللي كنا بنشوفها زمان، أنه الراجل لما كان لسه في الجاهلية تلاقيه بيتكلم عادي جدا وعنده شخصية كده وبتاع، بعض الأفلام كانت بتعمل كده، وأول ما يبقى مؤمن ويروح يقول الشهادتين قدام الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة تلاقيه بيتكلم يا بني يعني ليه بتتكلم كده؟ ينزل عليه يعني ليه الإيمان لما حل عليك وملا قلبك فأنت بقيت راجل ضعيف مكسور الجناح يعني؟ هي دي مدارس قديمه شويه، يعني هو دلوقتي الطفل مش عايز الكلام ده، دلوقتي الطفل عايز بالعكس. احنا شخصيات الولد والبنت اللي هم ابطال المسلسل اللي هم سيف وحبيب كانوا راعينا فيهم حاجه كده بسيطه يمكن ما خدوش بالهم منها قوي، ان الولد سيف ده بيحب المغامرات فهو بقى في قلب المغامره فابتدى ياخد باله ان هو حياه المغامرات واللعب مش هي الواقع، فابتدى شويه يبقى رشيد في قراراته وابتدى شخصيته بتنمو مع الحلقات. والبنت نفس الكلام، هي بره كانت عديمه المسؤوليه في الحلقه الاولى،
مع الوقت هي اتحطت في مسؤولية ان هي بتخاطب اخوها وبتحاول تحل الموضوع وبتحاول تحارب الفيروس من على الجهاز بتاع باباها. جميل. فابتدت تتحمل المسؤولية، فمع الوقت شخصيتها برضو ابتدت بشكل من غير افوار، اللي هو الطبيعي، اللي هو لو حصل ده لأي ولد دلوقتي او اي بنت النهاردة هيتصرف ازاي؟ هيجيب كتب ويقرأ ويحاول ان هو يساعد اخوه، والاخ جوه هيبتدي ان هو يحاول يتماشى مع العالم اللي هو فيه بشكل عقلاني ويحاول ان هو يحل مشاكله من غير افوره، يعني من غير ما ناخد طفل الحاجة بعيدة عنه. دي اهم حاجة. هل انت بقى عملت جوه سر المسجد يعني معلومات عن مساجد كتير في العالم او الامة الاسلامية؟ اتكلمنا على المسجد الحرام، وكلمنا على المسجد الاقصى، المسجد النبوي، اللي هم الاساس اللي هي لكن التركيز كان على زي ما شرحت لي واحنا حتى في الفاصل الاخلاقيات، قلت لي احنا عندنا مشكلة في الاخلاقيات، اداب المسجد، وان المسجد ده مش مجرد مكان كده بي, بي, بي يعني مش مكان عادي موجود جنب البيت كده بنسمع فيه الاذان، لا ده كان بيستخدم استخدامات كتير قوي زمان. وفضل بقى كمان ان انا اروح اصلي في المسجد ده ايه؟ طب لو رحت، انا لو رحت المفروض ان ليه اداب، هو مش مكان عادي كده، اداب التأدب داخل المكان بالظبط، ليه اداب الخشوع والاداب دي جايه منين وليه بنعملها، النظافه الشخصيه، حاجات كتير قوي بنقولها خلال المسلسل بتاعنا، نتمنى ان هي توصل. يعني انا يمكن بس اكتر حاجه استغل ان انا في البرنامج ان الاهالي نفسها تقعد ولادها قدام المحتوى ده، مجرد ان هو يقعد ابنه قدام او بنته قدام المحتوى ده لو شده واتفرج عليه يبقى احنا نجحنا في المهمه بتاعتنا. صح. لو ما شدوش خلاص تمام، بس انا بتمنى ان لان دي مشكله بنقابلها فعلا، ان يبقى برضو الاهالي عندهم حته ان تعالوا احنا بنحاول دلوقتي بمساعده المتحده وفتحوا لنا الطريق ان احنا نبتدي نقدم محتوى هادف وجيد للاطفال، بنراعي فيه قوي ان احنا نبقى واخدين بالنا من القيم والاخلاقيات والعادات بتاعتنا، بنحاول ننمي الطفل، مش محتاجين من الاهالي اكتر من ان هم بس يقعدوهم قدام العمل ده. صح. لو قعدوا فعلا نبقى احنا نجحنا، نبقى وصلنا للي احنا ده انا كافي يعني بالنسبه لي. لا يا رب دايما منتهى النجاح، وكل التوفيق ليك يا رب ولكل المجموعه اللي معاك. اشكرك جدا يا حسين، نورت وشرفت، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. ربنا يخليك. كل الشكر لضيفنا العزيز حسين مجدي، مخرج ومؤلف مسلسل سر المسجد، واللي انا بشوفه مسلسل مهم جدا، مساله اداب واخلاقيات المسجد. وهو ما هو السر، احنا كنا بنتكلم في الفاصل انه غالبا الناس نسيت يعني ايه مسجد. انت مش رايح بس علشان تخطف صلاة الظهر بالتعبير الرائج، لا، ده مكان مقدس، ده المكان بتاع ديانتك عبادتك، فليها اداب وليها اخلاق. والظاهر الجيل بتاعنا قصر شوية في تعليم عياله ازاي نتعامل جوه المسجد غالبا، فحسين بيصحصحنا تاني ودي حاجة لطيفة، وبيعلم عيالنا من اول وجديد ودي حاجة ألطف. خلصت الحلقة لحد كده، لو كان لنا العمر إن شاء الله هنقابلكم يوم السبت في نفس الميعاد وبرنامجكم التاسعة. سلامات.